لكم من هنا من وسط مدينة الرياض. أقف الآن على طريق الأمير محمد بن عبد العزيز. إلى يميني هذه الشاشة التي تسمى بـ The Guide أو الدليل. شاشة رقمية ذكية بوحدات مترابطة، وهي واحدة من عدة شاشات ستتوزع في شوارع الرياض قريبا، وتعتبر أحد الأدوات المساهمة في وضع الرياض على قائمة المدن الذكية في خريطة العالم، من خلال تحويل الطرق إلى شبكة من الشوارع الذكية الديناميكية والرقمية شديدة الارتباط. فما الذي يمكن أن تقدمه هذه الشاشة؟ بإمكانك أن تتنقل في المدينة بشكل أكثر فعالية من خلال هذه الشاشة الحية التي تتمتع بوضوح كبير وسطوع عالي حتى تحت ضوء الشمس أو الأمطار. يمكنك الضغط على الشاشة التي تدعم خاصية اللمس للتفاعل معك من خلال ما تملكه من معلومات وخدمات. فمثلا هنا تستطيع أن تعرف عن المدينة، وتستطيع أن تذهب إلى أي مكان تريد من خلال حتى الاختيارات التي يقترح أو تقترحها هذه الشاشة. هنا العديد من الجولات السياحية، وأيضا مكان هذه الجولات على الخريطة. تستطيع أن تستعرض الخريطة، وتستطيع أن تجلب كل المعلومات التي تملكها هذه الشاشة. هذه الشاشة تقدم خدمة الانترنت مجانا للمستخدم، إلى جانب سهولة مسح ونقل المعلومات إلى هاتفك مباشرة من خلال هذا QR كود. أيضا هذه الأجهزة تملك مستشعرات ذكية تسهم في جعلها أنموذجا يتفاعل مع المستخدم. أخيرا هذه الشاشات تدعم اللغتين العربية والإنجليزية.